السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله أولى إعدادي، مكملين مع بعضينا شرح منهج اللغة الإنجليزية من كتاب بيت باي بيت 2024 الفصل الدراسي الأول. وزي ما اتعودنا في كل فيديو بيكون معانا درسين، درسين بنشرحهم ودرسين إيه بنحل تدريباتهم. النهاردة معانا حل تدريبات الدرسين التالت والرابع من الوحدة التانية اللي هي إيه It's my favorite subject. يبقى معانا النهاردة حل تدريبات الدرسين التالت والرابع من الوحدة التانية read number 84 صفحة 84، ده أول صفحة معانا يا ولاد. يا ريت نعمل لايك ونشارك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد. أول سؤال معايا بيقول لي إيه؟ تشيك أون لانجويج نوتس، تشوز ذا كوريكت أنسر فروم إي بي سي أور دي. نمبر 1، إيه بيسأل بي بيقول له هاو ماتش دو ذيس تراوزرز كوست؟ إحنا قلنا إن التراوزرز يا ولاد والشوز والجلاسات بنعملها معاملة الإيه المفرد، سوري معاملة الجمع. قلنا بنعملهم معاملة الإيه الجمع، إلا بقى لو بستخدم معاهم بير أوف نعملهم معاملة الإيه المفرد. لكن دلوقتي بتكلم معاهم في صيغة الجمع. كم ثمن الايه البنطلون ده يتكلف؟ قال لك نوت كوست مي ايه 300 باوندز، بيكلف 300 جنيه. يبقى هناخد ات ولا ذي ولا هي ولا شي. انا قلت بيعاملوا معاملات الجمع، هنقول ايه ذي كوست مي بيكلفوني 300 جنيه. طيب وي ارايفد نوت ات 6 كلوك، وصلنا الساعة 6 تماما. اقول ات هوم ولا ان هوم ولا هوم ولا فور هوم؟ احنا قلنا ان احنا مع كلمة هوم يا ولاد مش بنستخدم قبلها اي حرف جر، تمام، سواء مع ارايف او جيت. فاحنا هنقول ايه بقى؟ هناخد هوم من غير اي اضافة، تمام، بنستخدم هوم من غير حرف جر. ذا كينج الملك ارايفد نو ات فرانس لاست ويك، عايز اقول وصل فرنسا. فرنسا دي يعني ايه؟ فرنسا اللي هي دولة. احنا قلنا ارايف ايه يصل الى مكان كبير، مدينة او دولة. arrive at ولا arrive in؟ arrive at مكان صغير، طب arrive in هي لمكان كبير، تبقى arrive in يصل الى مكان كبير اللي هو دولة او مدينة. بعد كده he arrived not Alexandria airport، مطار الاسكندرية، يقصد هنا المطار، to meet his cousin عشان يقابل ابن عمه. المطار ده مكان كبير ولا صغير؟ ده مكان داخل مدينة، يبقى ده مكان صغير، يبقى in ولا on ولا to ولا at؟ طبعا at يا ولاد. يبقى مكان داخل المدينة يبقى arrive at، المدينة نفسها يبقى ايه arrive in. طبعا ايه نشوف صفحة تانية بقى نحلها، الصفحة اللي بعد كده 86 صفحة 86 يا ولاد. exercises on vocabulary، تدريبات بقى على ايه؟ على ايه الفوكابلري. choose the correct answer from A B C or D. number 1 the canoe اللي هو القارب الصغير. not the students to school، يأخذهم إلى المدرسة. and home again، ويرجعهم البيت مرة أخرى every day. يبقى تاكسي ياخذ ولا جيفز يعطي ولا درايفز يقود سياره ولا رايدز يركب؟ طبعا يا ولاد هنقول تاكس. يبقى الكينو اللي هو القارب الضيق او القارب الصغير لشخص او شخصين، بياخد الاولاد الى المدرسه ويرجعهم يوميا. بعد كده تو بيقول لك ذا ترينز القطارات ار سلو بطيئه، بط لكن ذا باصص ار، عايزه عكس سلو يا ولاد. ايرلي مبكرا، بيزي مشغوله او مزدحمه، ليت ولا كويك سريع؟ طبعا سريع عكس ايه بطيء. هي جوز تو سكول باي بايك، يذهب للمدرسه بالدراجه. يبقى هي لايكس بيحب ايه، سايكلينج ركوب الدراجات ولا ووكينج المشي ولا درايفنج درايفنج القياده ولا رانينج الجري؟ طبعا بيحب سايكلينج اللي هو ركوب الدراجات. النقط takes people from one side of a lake to another، اللي بياخد الناس من جانب البحيرة إلى الجانب الآخر، بايك ولا سنو موبيل ولا كانو ولا كار؟ طبعا الكانو اللي هو ايه القارب الصغير. بعد كده 5 when the ground اللي هي الأرض is covered with ice، لما تغطى الأرض بالثلج، we can go around، نستطيع أن نتجول. لما الأرض تكون مليانة بالجليد يا ولاد نتجول بإيه؟ أون أكانو القارب ولا سنو موبيل دراجة جليدية ولا بايك دراجة ولا باص؟ طبعا بالسنو موبيل اللي هي الدراجة الجليدية. بلينز الطائرات، ترينز القطارات، أن كارز السيارات. أر مينز دي وسائل إيه يا ولاد؟ كلها اسمها وسائل إيه؟ رودز ولا ستريتس ولا بورتس ولا ترانسبورت؟ طبعا دي وسائل مواصلات اسمها مينز أوف ترانسبورت. Some children in Egypt، بعض الأطفال في مصر، not to school، cycle ولا circle ولا recycle ولا recycle؟ طبعا يا ولاد recycle يعني ايه بيركبوا الدراجات إلى المدرسة.
بعد كده بيقول لي students always wear their school. الأطفال بيرتدوا اسمه school ايه يا ولاد؟ box uniforms اللي هو زي الموحد ولا بنس، أقلام ولا رولرز، مصادر طبعا ايه uniforms اللي هو ايه زي موحد. we never احنا لا unkind things to other students، أشياء غير طيبة. listen ولا talk ولا say ولا speak، طبعا say احنا مش بنقول لا نقول أي شيء سيء للآخرين. students الطلاب should follow يجب أن يتبعوا، يتبع follow the school ايه rules قواعد المدرسة ولا rules أدوار ولا rules ولا rulers، طبعا ايه rules يعني ايه قواعد المدرسة. the children الأطفال got on their not and rode away. طيب هنقول ايه بقى، بايكس ولا شيبس ولا كينوز ولا كارز؟ رود اوي يعني ايه يركب او ذهبوا بعيدا. الحاجة اللي ركبها يا ولاد جات اون ذير ايه يا ولاد بايكس، على الدراجات وذهبوا بعيدا بايكس. بعد كده وين مازن او حازم arrived in Europe، لما وصل مازن الى يوروب، حازم سوري يا ولاد، يوروب اللي هي اوروبا. was falling from the sky rock ولا soil ولا sand ولا snow، طبعا كان في يا ولاد جليد يسقط من السماء يسقط. I always انا دائما put my pencils اضع اقلام الرصاص in my pencil اسمها pencil ايه classroom ولا rubber استيكة ولا case ولا sharpener براية، بحطها في البنسل كيس اللي هي ايه المقلمة. طيب نشوف صفحة تاني، صفحة 88 على بقى exercises on language على الايه الجرامر. the not names are منا and سهى، اسماء البنات منا وسهى. يبقى عندي كلمة girls يا ولاد، girls يعني بنات. طيب لما اجي احط لها ابوستروف بس هنحط ابوستروف بس، يبقى انا هدور على دي جيرلز ولا جيرلز ولا جيل ولا جيرلز، طبعا هناخد دي هي الصح لان بعد الاس بتاعه الجامعه بنحط ابوستروف بس. طيب that is not the children's notebook، الكراسه دي مش بتاعه الاطفال. it is the ايه teacher ولا teachers ولا teachers ولا teachers، عايز اقول دي بتاعه المعلمين يا اولاد. تمام اقول ايه it is the teachers انها ايه خاصه بالمعلم، معلم تيتشر، لان عشان اقول معلمين لازم احط ايه ابوستروف بس وليس ايه وليس اس، دي اصلا كده مكتوبه غلط، هنا اقصد المعلم بس يبقى بتاعه المعلم. this is the not room، هذه غرفه ايه. they always have rest there، دايما يستريحوا هناك، يستريح rest. مين هم دول تيتشر ولا تيتشرز ولا تيتشرز ولا تيتشرز؟ انا عاوز اقول تيتشرز اللي هم المعلمون مع اس ايه الجامعه، نحط ابوستروف بس يبقى دي يا اولاد، هنحذف الاس اللي بعد الابوستروفي. these are the not football shirts they will wear them tomorrow، هيلبسوها بكره. ده انا كده عايز الاولاد جمعوا الحاجه اللي بيملكوها. boys ولا boy ولا boys ولا boys، طبعا هاخد دي برضو، دي تيشرتات الايه الاولاد. بعد كده that is not Mr. عبد العظيم's ball، دي مش كرة مستر عبد العظيم. it is the not ball it children ولا children's ولا children's ولا child's، طبعا اطفال تشيلدرن ده جمع ايه شاذ كده كده لا تنتهي بالاس، فناخد الايه الملكيه معاها بقى ابوستروف اس عادي جدا. بعد كده وير ار ذا نوت بوكس ذي توك ذيم اوتسايد، اخدوهم من الخارج. بيوبلز ولا بيوبلز ولا بيوبلز ولا بيوبل، عايز اقول ايه دي كراسات التلاميذ، طبعا تلاميذ بيوبلز مع الملكيه تبقى ابوستروف بس ايه بدون اس. بيقول لي ايه بقى that car هذه السيارة is my milk and that one over there والوقفة هناك دي is حسام ولا حسامز ولا حسامز ولا زي حسام، عايز اقول ملك حسام تبقى حسامز، حسام ابوستروف اس ملك حسام. not car is this it is my father دي بتاعت ابي، يبقى عايز اسأل ايه بتاع ملك من، who is ولا هو ولا هو is ولا هو، طبعا هوز يعني ملك من، نستخدمها للسؤال عن الملكية. تامر finished أنهى his homework واجبه in an no time hours ولا hour ولا hours ولا hours، عايز أقول في ساعة واحدة يا أولاد،
ساعة واحدة يعني اول مع ابوستروف اس تبقى ايه الاولانية دي في ساعة واحدة. No art books are these, they are mine. Where ولا whose ولا who is ولا who. طبعا whose books are these يعني ملك من هذه الكتب. بعد كده بيقول لك my not favorite food is pizza, they get three every week. بيحصلوا على ايه؟ ثلاثة كل اسبوع. they تبقى brothers ولا brothers ولا brothers ولا طبعا عايز اقول ايه الاخوات اللي هي البراذرز الجمع مع اس الملكية يبقى ايه ابوستروف بس مع براذرز. يبقى اخواتي بيفضلوا البيتزا بياكلوها ايه 3 مرات في الاسبوع. 89 ذا نقط تيل يعني ذيل از فيري لونج طويل جدا. كات ولا كاتس ولا كاتس ولا كات از طبعا ايه ولاد ذا كاتس اللي هي القطه ذيل القطه يكون طويل. نقط ماذر از ا نيرس ممرضه. علا اند ليلى علس اند ليلس علا اند ليلس ولا علس اند ليلس. قلت لما يكون عندي شخصين يملكوا نفس الشيء هنحط ايه الابوستروف اسم على الشخص الاخير يبقى علا اند ليلس ماذر مامة علا وليلى. بعد كده بيقول لي نقط دبليو سي اللي هو حمام از نيكست تو ذا لايبراري جنب الايه جنب المكتبه. مينز ولا مينز ولا مين ولا مينز طبعا مين دي اسم جمع فنحط بعدها ابوستروف اس عادي جدا لانها لا تنتهي بالاس. ذا نقط ان ا شوب وير يو كان باي ميت ايه هو المحل اللي بتشتري بين منه اللحمه. بوتشر ولا بوتشرز ولا بوتشرز ولا بوتشري طبعا دي معناها محل الجزار. read and correct the underlined word صح الكلمات اللي تحتها خط. this is Ali's phone it's new انه جديد. الملكية من علي تبقى علي apostrophe s تمام. بعد كده these are my sister's shoes her name is هدى اسمها هدى يبقى هكتب اخت sister مع اس الملكية عادي جدا. this is my grandparents' house تبقى اجدادي grandparents اس هحط لها بصر بس بتاع ملكية في النهاية وخلاص يا ولاد تمام. بعد كده هو لابتوب بالذات اتس ماين اسأل عن الملكية بهوس اللي هي ملك من وليس هو. the girl's name is نهى اسم البنت نهى هكتب جيرل وابصر في اس عادي جدا عشان ده اسم مفرد. who is pencil is this هكتب كلمة الاستفهام هوز اللي هي ملك من. I can find my book لأجد كتابي. I'll take my friend book طبعا friend هنخليها ايه يا ولاد هنخليها ايه friends. اللي هما ايه الأصدقاء ياخد كتب أصدقائي. بعد كده يبقى ايه apostrophe s هاخد كتاب صديقي. You mustn't take people things without asking them. يجب ان تاخد اشياء الناس من غير ما تستأذنهم تمام. هنقول ايه يا ولاد people هنحط بوستر في اس عادي جدا. بعدين I couldn't find the boys toys انا مش لاقي لعب الاطفال لعب الولد. So they were sad كانوا حزناء. طيب هكتب boys الجمع اللي هم الاولاد وبعدها ابوستر في بس عشان دي جمع الجمع اللي بينتهي بالاسم نحط له ابوستروف بس. تامر بوتس ار نيو تبقى تامرز. شوف صفحة تاني بيج نمبر 90 صفحة 90 ده بقى جنرال اكسرسايزز اون ليسونز 3 اند 4 ده بقى شامل على الدرسين الثالث والرابع. اول سؤال معايا كومبليت ذا فولوينج دايلوج اكمل المحادثة الاتية. هشام ان شريف ار توكينج اباوت زير جيرنيز تو سكول عن رحلات من المدرسة. هشام هلو شريف هاو ار يو كيف حالك قال له هاي هشام هيقوله طبعا ايه اي ام فاين ثانك يو انا بخير. انا بخير شكرا. سأله سؤال قال له اي ترافل تو سكول باي باص بيقول له كيف تسافر الى المدرسه هاو دو يو ترافل تو سكول هاو دو يو travel to school.
قال له I travel by bus. سأله سؤال تاني قال له it takes about half an hour. طيب بتاخد او بتستغرق حوالي ايه، ساعة ونص او نص ساعة. طب how long، كم المدة does it take اللي بتستغرقها الرحلة دي. How about you، ماذا عنك، هيقول له ايه على المدة بقى، هيقول له مثلا او بتروح ازاي يعني، مثلا هيقول له مثلا I go on foot، بروح على الاقدام. ليه؟ it is انها ايه قريبة، يروح ماشي انها قريبة، it's very near انها قريبة جدا مني. سأله سؤال تاني، شريف بيسأل هشام سؤال قال له yes it is important to go to school we must come to school to learn، لازم نيجي المدرسة عشان نتعلم. يقول له ايه، هل من الهام ان نذهب الى المدرسة، هيقول له is it important to go to school، هل من الهام الذهاب الى المدرسة، قال له yes، قال له يا ريت انت على حق، لازم نروح المدرسة عشان نتعلم. السؤال التاني اختيارات، choose the correct answer from A B C or D. number one A بيقول did you travel on your نقط، قال له no there wasn't any snow outside، لا يوجد أي جليد. يبقى هو ايه، هل بتسافر طبعا ايه اللي بيستخدمها على الجليد يا ولاد، الكار ولا الراكت، الصاروخ ولا سنو موبل ولا الباص، طبعا سنو موبل، هل بتسافر بالسنو موبل ولا الدراجة الجليدية، قال له لا عشان مفيش بره أي جليد. some children بعض الأطفال in أوغندا usually cross the river in أنواع، بيعبروا النهر في ايه يا ولاد، ترين قطار تاكسي تاكسي باص ولا كانو، طبعا في كانو اللي هو القارب الصغير. 3 I have bought اشتريت a new bike دراجة جديدة I like to know at school، أنا عاوز أعمل إيه للمدرسة، واحد شاري دراجة سايكل يقود الدراجة ولا فولو يتبع ولا ووك يمشي ولا فلاي يطير، طبعا ايه هيركب الدراجة سايكل. My father doesn't have a car، بابا ما عندوش سيارة. He uses بيستخدم ايه، بي اي لا ترانسبورت ولا ايكونومكس ولا رولز. My father doesn't have a car، بابا ما عندوش يا ولاد اي ايه، ما عندوش سيارة، بيستخدم ايه بقى علشان يروح، طبعا بيستخدم ايه ولاد، الترانسبورت اللي هي ايه، وسائل المواصلات، وسائل المواصلات العامة يعني، يعني نروح بالسيارة بالقطار بالتاكسي بالتاكسي بالقطار. طيب we must follow the note، يجب ان ايه نتبع، in the museum في المتحف، نتبع ايه ولاد rules او ادوار ولا rules ولا rules ولا rules، طبعا بستخدم ايه، نتبع rules اللي هي القواعد، اي مكان فيه قواعد اروحها لازم اتبعها. اور ترين القطار arrived at كار، وصل القاهرة ستيشن، يبقى ات تعود على ستيشن ولا محطة القاهرة. تايم ات تايم ولا اون تايم ولا تو تايم ولا باوت تايم، طبعا اون تايم يعني في الوقت المحدد، وقت محدد. نوت يور جلاسز ميد اوف بلاستيك، هل النضارة بتاعتك مصنوعة من البلاستيك ولا بنعملها معاملة ريا ولاد الجم، از ولا هاز ولا واز ولا ار، طبعا ايه هنقول ار يور جلاسز ميد اوف بلاستيك. 91 don't eat that، لا تأكل هذا، it is the not food dog dogs dogs ولا dogs، طبعا عايز اقول ده اكل الكلب، تبقى ايه dogs food. my sister goes to a not school، اختي بتروح مدرسة البنات، يبقى girls ولا girls ولا مدرسة البنات، بنات girls مع apostrophe بس، ما ينفعش احط ابوستروف اس بعد الاس، تبقى ايه جيرلز بابوستروف ايه بدون الايه، بالابوستروف بدون الاس. I can use all my knot cloth there is fit me، هذا ايه ولا ام، brother ولا brothers ولا brothers ولا brothers، انا ممكن البس ايه لبس اخواتي كلها ايه بتيجي على قدي، طبعا هاخد دي يا ولاد all my brothers clothes theirs، لان ايه لبسهم بيجي على قدي، عشان ذلس دي تعود على جمع، فياخد البرادرس اللي هي الجمع مع الابوستروف اس بتاعه الايه، الابوستروف بدون اس بتاعه الايه الملكيه.
read and correct the underlined words. تعال بقى نصحح الايه الكلمات. number one I took my friend book by mistake بالخطأ، خدت كتاب صديقي بالخطأ. and he didn't find it ولم يجده، فأقول طبعا ايه friend واصرف اس. who shirt is this؟ الملكية بس عنها بهوز. the children's toys لعب الأطفال are all new كلها جديدة. طيب احنا قلنا الأطفال جمع لا ينتهي بالاس، فنحط في النهاية أبوستروف اس عادي جدا. children ونحط ايه أبوستروف اس، تمام عادي جدا. بعد كده بيقول لي منى's and هدى's house بيت منى وهدى. لما يكون عندي شخصين بيملكوا حاجة واحدة نحط الأبوستروف اس بعد الاسم التاني بس، فاكتبها هنا كده، اكتبها هنا كده فوقيهم. أول منى and هدى's house. بعد كده اكتب موضوع paragraph about 80 words عن your journey to school رحلتك للمدرسة، يعني كيف بتروح المدرسة. مجاب عنه طبعا في اخر الوحدة، تمام. وهنا عطيني ايه اسئلة لو جاوبت عليها ازاي ايه اعمل الفقرة الانشائية بتاعتي. when do you get up on school days بتصحى الساعة كام في المدرسة. مثلا ايه تقول on school days I get up at، مثلا ايه تقول بتصحى الساعة كام. I always go to school by وسيلة المواصلات. I like to arrive before the bell rings بحب اوصل قبل الجرس ما يرن. I always talk to my friends on the bus بحب ايه اتكلم مع ايه صحابي في الاتوبيس. وزي ما قلت ايه مجاب عنه يا ولاد في اخر الوحدة. صفحة كام يا ولاد؟ بيج نمبر 101 صفحة 101. صفحة 101 بيقول لك my journey to school رحلتي للمدرسة. هتقول ايه on school days في ايام المدرسة. I get up at half past 6 بصحى الساعة 6:30. I have a shower باخد دوش. I have my breakfast بتناول فطاري. I don't want to be late for school مش بحب اتأخر على المدرسة. I always arrive before the bell rings زي ما بصل قبل ايه الجرس ميرن، قبل ايه من الجرس ميرن. I always go to school by bus بروح دايما بالايه بالاتوبيس. It always takes a long time to go to school بناخد وقت ايه طويل حتى نصل المدرسة. بعد كده I always talk to my friends on the bus بتكلم مع صحابي في الأتوبيس. It's a nice journey إنها رحلة لطيفة. I like it very much بحب الرحلة دي ايه كثيرا جدا. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من حل تدريبات الدرسين التلات والرابع من الوحدة التانية من كتاب بيت الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي. الفيديو الجاي إن شاء الله نشرح مع بعضنا آخر درسين في الوحدة التانية، الدرسين الخامس والسادس. اي حاجه محتاجينها زي ما قلنا افتحوا قائمه تشغيل الصف الاول الاعدادي، هتلاقي كل الدروس مشروحه ومحلوله من ايه المعاصر وكمان بت. وتابعونا صفحه الفيسبوك مس هبه رجب لاي استفسار. بتمنى لكم النجاح والبركه والتوفيق باذن الله. كانت معكم مس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.